دعونا. محمد اتفضل يا حماده. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. ازي حضرتك؟ ربنا يسترك. بقول لحضرتك انا في موضوع شاغلني وعايز اخد راي حضرتك. خدامك يا محمد. واسرتي كلها بيشوفوك دلوقتي وهم اللي قالوا ان انا اكلمك. انا مش سامع. انا بقول لحضرتك انا قاعد مع اسرتي في موضوع خاص بيا وهم قالوا لي ان انا اكلم حضرتك دلوقتي عايزين رايك برضه في الموضوع ده. اتفضل. انا الحمد لله لسه جاي من العمره. ايوه. وطلبت استخاره هناك ان انا اتجوز زوجه تانية. ايه؟ ان انا اتجوز زوجه تانية. صلى استخاره انك تتجوز جوز زوجه تانية. برضه. تمام. فانا الحمد لله مستور والحمد لله يعني ربنا سترها. طيب. مراتي زي الفل، معايا اربع اولاد. لو لفيت الدنيا مش هلاقي زيها. ايه اللي جاب الفكره بتاع الزوجه التانية؟ ايه اللي جابها؟ هو يعني اتعرفت عليها يعني. اتعرفت عليها. ممكن فانت حبيت اولادي. لا لحظه واحده بس عشان انا قدامي دقيقه يا محمد، يعني انت عايز تسالني على الاستخاره ولا على زواجك من تانية؟ رايك الاستخاره شايفه خير بس رايك. لا 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 لا، الاستخاره غلط. الاستخاره عمرها ما تبقى خير ولا شر. يبقى انت مش متابعني من اول الحلقه. انت راجل عايز تتجوز. استنى لحظه واحده، انت عايز تتجوز التانية، عايز تتجوز الثالثه، عايز تتجوز الرابعه. في كل زيجه لها استخاره، بس بعد ما تستقر الامور، بعد ما تسالني انا. انت لما تسالني حبيبي وتقول لي زوجتي ما فيهاش عيب وكمل ومعاه منها اربع اولاد، اقول لك انت مش نيتك عيشه ولا شايف مراتك حلوه، لان اللي يشغلك بالخمسه دول يخليك ما تفكرش في اي انثى في الدنيا حتى ولو كانت بارعه الجمال، لان الجمال كله هتشوفه في مراتك. هتجيب لروحك حمل وهيجي عيل يبقى خمسه ومراتين. مهما كانت ظروفك حلوه مش هتقدر تصرف على بيتين كما ينبغي ولا على ولدين كما ينبغي. وفي الوقت نفسه حضرتك الكلام اللي بتتكلمه ده اوعى تفكر ان انا تلميذ صغير. انت بتكلمه على الهوا بالذات يا محمد عشان تسمع ام الاربعه انك انت ما بتذمش فيها، عشان تقول لك اوكي بقى خلاص اتجوز يعني بدم انا ما فيش عيب وكده. ده حرام عليك شرعا. ما تلعبش بعواطف البنت. لو كنت صادقا يا حبيبي وقلبك ده ملان نور من ناحيه الست دي لا يمكن تتجوز عليها. جواز مباح وحلال لكن مش مع بني ادم عنده مساحه. هو يجوز للبني ادم اللي عنده فراغ انه يسده، فراغ عنده يسده، لكن لو ده ملان من ان دي كمل ولا فيهاش عيب انا مش هبص لغيرها نهائي. واحمد ربنا على نعمه الرجوع الى بيت واحد. لا انت مشغول على التاني ولا تليفونات ولا متاهات. لو عندي وقت كنت اديتك زياده، لكن استخاره ولا ليها اي لازمه.